كما نتحدث في الواقعة تاع السينيا، بدينا الماتش عادي، لعبنا نورمال. الشوط الأول لعبناه عادي، كنا منهزمين 2-1. يا بدينا الشوط الثاني، زادوا مركونا الهدف الثالث، لعبنا ثاني جينا بارتية ولينا نلعبوا كيما نقولك عادي كيما لي ماتش الاخرين. كاع في الثمانينات، في الدقائق الثمانينات، هي اللاعب شهر بطاقة حمراء، اللاعب الحكم شهر بطاقة حمراء، اللاعب سينيا، أي اللاعب سينيا بانت لي ما تقبلش البطاقة الحمراء، هي راح يجري الكم اللاعب تاعنا الاريال غوش كما يعرفوا بن عياد ضربة. في ديك لي ضربة صراو مناوشات صغيرة، بعد بدات تكبر اشتباكات بالأيدي. أنا كنت في نصف الملعب، حتى شفت الحارس المرمى تاعهم جاي يجري عندي، الأولى ضربني بالرجل، ومن بعد ضربني بلكمة. أنا ديك اللكمة ما شفتهاش، حتى شفت باللي داير حجرة في القفاز تاعها، ضربني هنا وهنا، وموراها حتى شفت واحد ضربني بكرسي ما نعرفهاش. خرجوا السيبورتير تاعهم اللي يديروا السيبورتير بريسك اللي ديريجون، كانوا في كيما السينيا يقولوا في لي تريبيل منا، وكان لي الجار ده ملهي. خرجوا بالكراسة يا ضربوا كيما هكا. انا كي ضربوني كي شفت الدم وكاع ما عبيتش بروحي، حتى صراحة في السبيطار. وكيما نقول لك من هذا المنبر نشكر انصار اتحاد ماسرة، وقفوا معايا داوني حتى للمستشفى، والشكر الجزيل لاصدقائي لقيتهم معايا في المستشفى، قاموا بيا، درت فحوصات، كانوا معايا لاخر دقيقه حتى جيت للدار. من هذا المنبر نشكره، ونقول اللاعبين تاع اتحاد سينيا، المسؤولين اللي كانوا كاع في الملعب، وبالاخص حارس مرمى حسبي الله ونعم الوكيل، ضربني ضربه غدرني. انا من هذا المنبر نشوه السمعه، شوه السمعه كاع تاع الرياضه في كره القدم الجزائريه عامه وخاصه الغرب. انا اللاعب الحارس مرمى حسبي الله ونعم الوكيل، لحد الان مازال غايضتني خاطر الاشتباكات، نقولوا اشتباكات بالايدي، اللاعبين كاع يشتبكوا بالايدي نورمال عادي، بصح باش توصل يضربني كيما هكا بحجره ويفقدني الوعي، مع عليا نقولها غير حسبي الله ونعم الوكيل هذا.